رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا ونستضيف ضيفنا باشمهندس محمد باشمهندس ماجد حمدي. باشمهندس ماجد، ازيك يا باشمهندس ماجد؟ اهلا وسهلا. كان معانا يا عبده في الفاصل استاذ محمد. استاذ محمد بتاع البصل. كان معانا استاذ ما توترنيش يا شيخ. لا مش هوتورك يا ما توترنيش وهدي كده. لا باشمهندس ماجد، احنا معانا باشمهندس ماجد مصمم الديكورات الداخليه والخارجيه. تمام يا فندم، اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا، نورتنا النهارده. اهلا وسهلا. بص انا عايزك النهارده البيت ده بقى ايه، يعني عايزك تكلف عبده كده والموضوع يجيب معاه بخساره. نعمل شغل كبير، هي داخله شغل كبير على طول، وعايزه عبده شيما النهارده. ماشي، نعمل احلى حاجه باذن الله. ان شاء الله. هندسه، هنبدا ونقول يعني ايه الاول ونفهم الناس يعني ايه شغل الديكورات. الديكورات هي مش بترتبط بس بالالوان والسقف زي ما الناس مفكره في الفتره اللي احنا فيها، ان الموضوع كله جبسن بورد ولون وخلاص. لا، الديكورات ان احنا ننسق المنشاه نفسها او اللوكيشن صح. تمام، ان بيقابلنا مشاكل كتير مع العملاء، ان مثلا مكان ان في اوضته النوم مثلا مكان السرير هيتحط هنا بيشغل مساحه المكان كله. لا، احنا بننسق الفرنتشر نفسه. تمام، بنحط ماتيريال في الحيطان. تمام، حاجات ملموسه. تمام، يعني بنبقى مهتمين بكل شيء، اللايت سيستم. تمام، الالوان، التناسق نفسه بتاع الالوان. بنهتم بكل شيء اللي هو من اي تو زد، من اول الانشاءات، من اول انشاءات المعماري. ان انا بفضل ان انا اخد المنشاه. تمام، انا اللي اعمل المعماري بتاعها. تمام، عشان خاطر بيقابلنا مشكله المعماري ان بيبقوا مضيقين في مسافات، في المساحات نفسها، مساحات مش متظبطه، ريسبشن كبير، غرف صغيره. تمام، فانا بفضل ان انا اعمل البلان نفسه، البلان الهندسي اللي هو بتاع المعماري، وبعد كده ابني عليه ال 3 دي بتاعي، التخيل اللي بعمل بقى التصميم اللي هو ال 3 دي، بعد كده بنعمل بقى الشغل بتاعنا بتاع الفي ار. خطوات ليها خطوات. ليها خطوات طبعا. بالظبط. طيب باشمهندس ماجد، احنا قبل ما نكمل باشمهندس ماجد نشوف بس شيفاتنا عملوا ايه. طيب، عشان ايه عايزين الريحة ننزل تطلع. الريحه بدات تطلع، الريحه قلبت البيت هنا يا جماعه. ابتدينا احنا هنا في وصفه البسبوسه، احنا عايزين ننزلها بقى للساده المشاهدين وصفه البسبوسه، عشان ايه يتابعوا معانا برضو المقادير بتاعتها ومكوناتها بتبقى ازاي. احنا بدانا بايه وعملنا ايه ووصلنا لايه يا شيخ؟ سيحنا السمنه من اللبن بتاعنا زي ما قلنا. تمام، وبعد كده نزلنا بعسل الجلوكوز لغايه مساح معانا. تمام، ونفس الكلام نزلنا بالزبادي بعد كده لغايه ما استوى معانا. بالزبادي؟ بالزبادي، بتاخد زبادي 100 جرام زبادي. تمام، 100 جرام لبن. تمام، وبعد كده اخر حاجه بنضيفها السكر، عشان لو سبناها اكتر من اللازم السكر ممكن يخلي غرس كده في الحلقه. طيب، اللي هو بيقول عليها سكر، بيدي لون، بيتكرمل. بيتكرمل. كارميل. تمام. أوكي. اخر حاجه هننزل بيها بعد ما نتاكد ان احنا كله اندمج مع بعضيه، بننزل بالسمولينا وجوز الهند بتاعنا. تمام، دي البسبوسه نفسها. دي البسبوسه بقى نفسها مع جوز الهند. مع بتحطوا فيها رشه سميد مع جوز الهند. سميد مع جوز الهند. تمام، لغايه ما نتاكد ايه. والبسبوسه مش عايزه التقليب الكتير. تمام، عشان ممكن تفك مني. ممكن تفك. تقليب بسيط جدا. وبعد كده بتبدا ايه، وبعد كده ببتدي افردها في الفورمه بتاعتي اللي انا دهن فيها السمنه بتاعتي وحاططها في الثلاجه. تمام، ومديها طبقه الطحينه بتاعتي. تمام، اللي هي بتطلع ريحه السمنه البلدي معايا، اصل البسبوسه السوداء. تمام، وبعد كده ببتدي افردها في الفورمه وادخلها الفرن. بتقعد قد ايه في الفرن؟ بتاخد من 10 ل 15 دقيقه. 10 ل 15 دقيقه. باشمهندس ماجد، تمام، تحب البسبوسه؟ لا انا بحب الاكل. اكيل يعني. ذوقك حضرتك. ذوقك النهارده هناكلك الحلو ان شاء الله. لا ده الاكل ده فني. طبعا مش اي حاجه. طبعا برضو نفس المجال، ديكورات وفن والاكل فن، كله داخل مع بعضه. هو بص يعني في كل مجال هتلاقي فيه، كل مجال في الدنيا في بنسميها بالبلدي صنايعي وفي موهوب. صح. تمام، صح. يعني انا ما بقابلني صنايعي في شغلي. تمام، بس شايفه فنان ما بقولوش انت صنايعي. صح، ان الصنايعي بينفذ خطواته وخلاص، لكن ما عندوش ابداع. اللي أكيد عنده ابداع اللي بينفذ وبيشتغل على نفسه علشان يطور نفسه. لمسه ملموسه قوي، بتبقى باينه جدا. تمام، فكل حاجه في دنيتنا هي فيها فن، يعني فيها مبدع وفيها صنايعي. صح. طيب باشمهندس، كنت عايزه اسالك، هل الديكورات تختصر على الوان الحائط؟ يعني احنا اول ما بنسمع كلمه ديكور، اوكي بقى الديكور ده عشان اللون الحته دي كذا ولون الحته دي كذا، فاحنا عايزين نعرف منك النهارده. لا، هي ما بترتبطش بموضوع الالوان. لو هترتبط بموضوع الالوان، في برامج دلوقتي بتسهل على العميل
الالوان الكونتراست نفسه ايه يمشي مع ايه. تمام. لكن الموضوع بيخص المدارس نفسها بتاعت الشغل كمان اللي بنشتغل بيها. تمام. يعني هقول لحضرتك ان دلوقتي مثلا في مدارس مودرن ومدارس ستيل. كل دوله في العالم او كل منطقه مثلا زي مثلا تركيا او ايطاليا او فرنسا لها مدرستين. لها مدرستين، مدرسه تركي مدرسه مودرن ومدرسه ستيل. تمام. الموضوع بقى يعني حضرتك ما تلاقوش الوان بس، الموضوع كله في كل حاجه ملموسه في المكان. تمام. يعني نقدر نقول الالوان والاساس والاساس الفرنتشر نفسه، التنظيم الحاجه نفسها. تمام. يعني دلوقتي بقى في موضوع السمارت هوم. تمام. دخل في كذا مدرسه. تمام. ده خاص بالديكور بتاعنا. ان انا اتحكم في كل حاجه بالابلكيشن على الموبايل. تمام. يعني انا دلوقتي مثلا حضرتك انا عايز اصحى الساعه 6. تمام. فالمنبه ممكن ما يصحينيش، طب بس اللي يصحيني لو الستاره اتفتحت. تمام. فالمنبه هيضرب، الستاره هتتفتح، وده بقى موضوع سهل جدا بالنسبه لنا. كان الاول موضوع معقد شويه، النهارده بقى جهاز التقنيات الحديثه يا جماعه. بالظبط. تقنيات حديثه بالظبط. فالموضوع مش مجرد الوان، لا مجرد حاجات كتير قوي، يعني من اول البلان الهندسي. تمام. لحد المرحله اللي هي بتاعه الفي ار، البلان الهندسي ان انا اقسم ازاي الاول. تمام. وبعد كده ابدا ان انا هفرش ايه على حسب ذوق العميل. وبتبدا تنتقي معاه الالوان. بالظبط. بالظبط كده. تمام. يعني خلينا نقول من بدايه للنهايه. من اول البلان لحد البلان الهندسي. ده اهم مرحله، ان انا ممكن اعمل ديكور حلو قوي بس مش نافع مع المقاسات اللي عندي. ودي اللي العملاء بيقع فيها دلوقتي، ان العميل بيجيب صوره مش بتاعت المنشاه بتاعته من على النت. تمام. واشتغل عليها. طب دي مقاسات ودي مقاسات، فما تنفعكش. هو ده اللي هيخلينا يا باشمهندس نرجع للحته دي ونقول ان في فعلا ناس او دلوقتي معاها التصاميم لكن المشكله في التنفيذ. فهل حضرتك بتعمل تنفيذ؟ ومشكله العمال طبعا زي ما انت عارف بتبقى في مشاكل. هل بتصمم وتنفذ ولا تصميم فقط؟ لا عندي تصميم، عندي ثلاثه اوبشن. تمام. في تصميم، وفي تصميم واشراف. تمام. وفي تصميم واشراف وتنفيذ. طيب. ايه معنى كل حاجه؟ التصميم اللي هو البلان الهندسي، ده لو عايز تصميم بس، بلان هندسي. طيب. وال3 دي والفي ار. بالنسبه للتصميم والاشراف، ساعات العميل يقول لك انا عندي الصنايعيه بتاعتي، انا عايز الصنايعيه بتاعتي، ما عنديش مشكله. بتفق مع اشراف ان انا بفهم الصنايعي انا محتاج ايه. تمام. يعني وارجع استلم منه اللي انا طلبته منه. تمام. تمام. لكن ماليش تعامل مع الصنايعي، الصنايعي بيبقى طرفه هو، اتاخر ما اتاخرش مش بتاعتي مع المال. تمام. وفي بقى تصميم واشراف وتنفيذ. تمام. الثلاث مراحل دي بتبقى افضل طبعا للعميل، وافضل تطلع الجوده اللي انت عايزها. بالظبط. الرؤيه اللي انت شايفها، ان انا كل حاجه انا اللي برسمها بايدي. فانا عارف كل تفصيله في المكان، لو هي ما بتتباعش في السوق انا عارف هي انا هعملها ازاي، هفصلها ازاي. تمام. فالفكره ديت ان انا بريح اول حاجه كمان برضو العميل من موضوع الصناعيه، ان دي كارثه بالنسبه لكل العمال. طبعا هي دي المشكله اللي بتقابل في التنفيذ. انت بتوفر ده يا باشمهندس. بنوفر ده طبعا. انت معاك تيم كامل بالعمال. العميل مالوش يعني، العميل بيمضي له على التصميم بالموافقه. والفرق هنا كمان لما انت حضرتك توفر الصناعي، ان انت عارف انت مختار حد معين من الصناعيه. طبعا. التيم بتاعه. الناس اللي شغاله معاه. بص هقول لحضرتك، يعني احنا طبعا حصل تجارب كتير. تمام. اكتر من مره في موضوع الصناعيه ده. لحد ما وصلت ان انا زي ما يعني في مهنه صناعيه بيسموها دولاب. دولاب صناعيه. على ما وصلت الموضوع دولاب صناعيه يبقى عندي دولاب واثنين وثلاثه. تمام. الموضوع كان صعب مش سهل خالص. واتضحك عليا واتنصب عليا. والصناعيه بص يعني زي ما بيقولوا بقى علموني الادب. لحد ما انا فهمت ان انا ازاي اتعامل. وبرده يعني وصلت لناس، ناس محترمه، ناس بتحب شغلها. فنانين. دي اهم حاجه، ان ما بقاش كلمه صنايعي، لا ده فنان. فنان. يعني فاهم هو بيعمل ايه وحابب اللي بيعمله. لمسه في شغله. بالظبط. ليه طيب. لمسه، سريع في شغله. تمام. مواعيده مظبوطه. ان انا دي اهم حاجه. دي ما دي المشكله اللي قابلتنا في مراحل كتير في بدايه شغلي، المواعيد. التزام بالمواعيد. ان انا بمضي عقد بميعاد. لا تمام. هو هيخسرني. بالظبط. يعني هيخسرني لو هو مواعيده مش اهم حاجه المواعيد. علشان كمان الناس ايه تبقى معانا بتشوف كمان شغل باشمهندس ماجد، فمعانا بعض الصور هنفضل نعرضها ونعلق عليها مع بعض ونشوف ايه شغل معانا من شغل باشمهندس ماجد. طب احنا بس التصاميم دي التصاميم معانا دلوقتي حاليا.
دي اوضه بنات. دي اوضه بنات. اه تمام. ده التصميم من قبل ما تبدا في اي شيء. لا ده كان لسه طوب احمر. ده طوب احمر. ده طوب احمر بس بتوري له الشكل النهائي هو بالظبط. انا بوري له كده ودلوقتي كمان دخلت خاصيه تمام يعني مختلفه شويه تمام للرؤيه تمام. ده مثلا دي مساحه صغيره جدا، دي مساحه 50 متر. 50 متر بس انت استغليت المساحه دي بقى. هو البيت بتاع يعني البيت كله بتاع العميل، فانا خدت الشقه اللي فوق تمام وعملت فوق غرف النوم بالليفنج وتحت الريسبشن بالسفره بالكيتشن بال دوبلكس. اه بالظبط الشقه دي برضو صغيره جدا، ده تخيل الريسبشن بتاعها. هي الصور ده طبيعه؟ لا ده 3D. ده 3D. ده 3D. انا بديكي واقعيه انك تشوفي الواقع، يعني شوف هو ده اللي هتشوفيه على الحقيقه، والحقيقه كمان بتبقى افضل من كده ما شاء الله. تمام. فدي مثلا يعني مساحه صغيره بس بالاساس بكل شيء كله 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 بنفس الالوان. انا ما ينفعش اعمل حاجه انا ما اعرفش انفذها. تمام. ان بيقابل ناس كتير بيقابلهم مشكله ان يبقى في تصميم بس انا مش عارف الماتيريال دي بتتباع فين، الخامه دي فين، او ان انا افصلها ازاي. فدي كارثه. ولازم يكون عندي بدائل للماتيريال، في ماتيريال رخيصه وماتيريال غاليه عشان حسب الامكانيه نفسها بتاعت العميل. صح. بنشتغل عليه باشكال الاساس بالترابيزات بكل شيء. ودي ده لاندسكيب. ده لا ده لاندسكيب في فيلا بالظبط كده تمام. عاملين كذا مكان للجلوس وعاملين مكان لشلال ميه ومكان لبرجوله ومكان لنافوره تمام، مكان قعده شتوي وقعده صيفي. للشتاء قاعده للشتاء وقاعده للصيف. تحمي من الهواء يعني. تحمي من الهواء. بيبقى في الدفايات بتاعت اللاندسكيب طبعا، والثانيه بتبقى مفتوحه ما فيهاش جزء فوق. دي النافوره ولا دي النافوره. بالظبط يعني وننفذ الشجر بالشكل ده وكل حاجه تتنفذ بالشكل ده بنفس الاشكال. يعني باشمهندس محمد بس مش شغال ديكورات داخليه وخارجيه. باشمهندس ماجد على سوري مش شغال ديكورات داخليه وخارجيه، لا لاند سكيب يعني مين كله من اي تو زد كله. انا شغال اي تو زد يعني. دي قاعه افراح، قاعه حفلات تمام. دي كانت في الشرقيه. دي انا استلمت ارض عملت بلان هندسي للانشاءات بتاعتها تمام. شغل اللي هو الجمالونات لحد ما وصلت النتيجه اللي حضرتك. خلينا نقول ان احنا حضرتك بتستلم الارض وانت بتستلمها بالشكل ده بالظبط. بس مفيش راحه احسن من كده بصراحه. بس يعني في حاجات وحاجات. يعني لو حاجات فيها انشاءات تمام ما اخدها، يعني انشاءات عواميد وخرسانات والكلام ده مش بتاعتي عشان انا دي مش لعبتي. انا ما اقدرش اخاطر بحاجه زي كده. لكن ده شغل جمالون معاه ايه الخطه بتاع التسليح بتاعته بنقدر نشتغل بيها في اي مكان، يعني مش مخاطره. الحاجات اللي بتبقى مختصه برده بالديكور في الاخر او الشكل اللي انت بتنفذه، لكن خرسانات انت بتاخد خرسانات طوب احمر تبدا تشتغل من بعديها. اشتغل عليها بالظبط كده. الخطوه اللي بعديها بتاخد الرسومات المعماري وتبدا تشتغل عليها وتاخد من بالظبط. ده 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 مطعم تركي تمام. ده كان المدرسه المودرن وده تنفذ يعني ده تنفذ حاليا خلص خالص تمام. صراحه انا شايفه حاجات يعني ده برضو فظيعه ما شاء الله. الديزاين دوت تمام. اللون الكراسي جديد على العملاء ان يشتغل على اللون ده. الالوان كمان كلها متناسقه لانك بادئ من الوان الحيطان للاساس للبتاع، فتلاقي حاجه مريحه للعين مريحه نفسيا. طبعا العميل برده بيكون معاك في الاختيارات. هو بيبقى معايا في موضوع انا بفرجه الاول تصميمات واشوف هو رايح فين، يعني اتجاهاته راحت فين وملوش دعوه باي حاجه ثانيه. وفي نفس الوقت يعني موضوع الالوان والكلام ده العميل ساعات ممكن اقول له الوان يتخض طيب. لكن لما انفذها في التصميم بيلاقي الوضع الكونتراست بقى بتاع الالوان طبعا. نسب الالوان احط هنا نسبه قد ايه وهنا نسبه قد ايه عشان توظف الموضوع معايا صح. تمام. طب باشمهندس مجموعه صور عايزين نعرف منك بقى. خدنا كده مجموعه صور كبيره نبدا نرجع. طيب عايزين نعرف بقى من حضرتك يا باشمهندس ماجد ايه هي مراحل عمل الديزاين وتنفيذه؟ مراحل عمل الديزاين اول حاجه طبعا بنقعد مع العميل اشوف طلباته ايه الاول. هو محتاج كام غرفه تمام. الريسبشن محتاجه قد ايه تمام. ثلاث قطع، قطعتين، اربع قطع تمام. الحمامات، الكيتشن تمام. وبعد كده ببدا على المعماري البلان بقى تمام. بعمل بلان اللي هو الانشاء الاول تمام. ان لو في حيطان مبنيه انا بهد حيطان وابني حيطان ثانيه عشان ادي كل حاجه مساحتها المظبوطه تمام. بعد كده العميل بيديني موافقه على البلان الهندسي تمام اللي هو المعماري. ابدا اشتغل على ال 3D
تمام اطلع له التصميم اطلع له التصميم زي ما حضرتك شفت كده يشوف التصميم ويشوف الحاجه قدامه والاساس والشكل واللون وبعد كده بقى عملنا اوبشن تاني يعني هنجيله تمام هو ده بقى اللي انا عايز ارجع فيه ليك يا باشمهندس ان احنا خلاص احنا عصر التكنولوجيا وداخلين في 2020 كل حاجه زي ما حضرتك بتقول بريموت كل حاجه بابلكيشن وبنشتغل عليها فايه اخر التطورات اللي وصلنا فيها في مجال الديكورات ان انت دلوقتي تقف في المكان تشوف كل حاجه وهي مفروشه وتتفرج عليها وتتمشى جواها كمان يعني هكون موجود وهي لسه طوب احمر يعني انا هكون موجود في المكان دي تقنية حديثه يعني دي حاجه اسمها الفي ار 360 درجه هي مش سر يعني هو حاجه معروفه حاجه معروفه بالظبط بس ان احنا نخرج من الشغل بتاعنا اللي انا هرسمه بايدي اخرجه 360 درجه فحضرتك لما انت تبقي واقفه في مكانك طبعا اغلبيه العملاء بيبقوا مخنوقين وشايفين طوب احمر حاسين المنشاه ضيقه اللوكيشن نفسه ضيق بيلبس النضاره بيلاقي نفسه في المكان بتاعه مفروش بالاضاءه بكل حاجه بالديكورات كمان حلوه جدا يا باشمهندس عشان انا يعني بيقدر يدخل هنا لا اقصد كمان يا عبد انا دلوقتي لو حاجه ملكي طوب احمر وبدل ما استنى لحد بعد ما حضرتك تخلص كل حاجه لا ده انا بقدر اشوف الحاجه دي قبل حتى ما تبتدي فيها بس قبل ما علشان قبل لو ما في تعديل بنعمل في اي حاجه بتشوفي شغلك كامل عشان يعني مش انا وظيفتي ان انا ما اضيعش فلوس انا وظيفتي اوفر فلوس تمام اوفر معلش حضرتك ممكن تقولي انا اللون ده هيبقى حلو بعد ما تعملي يطلع وحش تمام لا انا بوريكي اللون وبوريكي شكل الجبس وبوريكي الماتيريال عايز اعمل اي حاجه هنعدلها بنعدل قبل ما نشتغل في اي حاجه عشان حضرتك انا وظيفتي اوفر فلوس مش اهدر فلوس فناخد الرؤيه النهائيه بكل شيء بالظبط وهوري حضرتك برضو احنا ممكن برضو نشوف التقنيه ونوريها كده هي التقنيه دي على الاستاذ المشاهدين عشان يبقوا فاهمين كل حاجه في البيت على الطوب الاحمر او الشقه مثلا لو شقه هنعملها بتكون على الطوب الاحمر لسه ما اتعملش فيها اي تشطيبات بنروح للبشمهندس بيعمل التصميمات بتاعته الاشكال بتاعته بيحط الفرش بيحط كل شيء وبتروح المكان بتاعك في شقتك تدخل بتلبس الفي ار والتقنيه دي ويدخل يشوف كل حاجه الاساس وكل شيء بالالوان بالاضاءه بكل شيء ويقدر يعدل فيه قبل اي شغل بصي كده يا شيما بقى ايه وهنضحك عليك واو بصي فوق يمين اتفرجي على المكان وبصي وراكي شايفه ايه بقى يعني اشرح لنا بقى شايفه اول حاجه في تسريحه تقريبا تسريحة. حلو السجاده دي قوي على فكره في هنا دي غرفة نوم واو في سرير ظهرك على حسب لا تخافش ما تخافش استنى بس عشان هبدا ادوخ والله في كنبة تحت يعني في كنبة شفتها شفتها ده كده على الارض لا هنا والله هي قدامي واو بصي ورا بقى على خلفيه السرير مش شايفه اني واو استنى بس يا عبد دلوقتي استنى بس لو سمحت النجفه حلوه واو تحفة هي اكيد دي غرفة نوم دي غرفة نوم غرفة نوم شيما دلوقتي في مكان تاني يعني قدرت تشوف غرفة النوم وتشوف كل حاجة عبدو معلش ثانية واحدة بس نجف لا سمحت انا عايزة من ده انا عايزة من ده هي دي بقى المشكلة ايه ده لا خدي دي ده عالم تاني والله لا لا انت متخيل انت شفت انا شفت ايه؟ عارف التقنية وشفتها انت ما رضيتش تخليني قبل الهواء اشوف وقلت لي لازم تشوفيها لا فيها هنا عشان تشوفي طب انت اتفضل مع باشمهندس انت بس وانا خلينا انا هنا ده هي كده خلاص دخلت الاوضه طبعا دي مش عايز اخرج منها والله التقنيه دي بتخلي العميل ان هو يقدر يشوف كل حاجه ويقيمها ويغير اي شيء هو عايزه بالظبط انت خلاص عايشته جوه المكان فالموضوع ما بقاش صور بس لا انا بعيشه جوه المكان فلو في مشكله في لون في حاجه مش عاجباه هو بيقدر يشوف ويعاين كل ركن في المكان يعني انا عايز ابص في اي حته ببص اشوف دي مش عاجباني هغيرها تسريحه دولاب الباركيه نفسه بتاع الارضيه قوي يعني انت حتى حاجات اللي انت مختارها يعني واو ما هي اهم حاجه بقى ديت التناسق نفسه التناسق يعني انا ممكن اقول لك على مجموعه الوان تتخاط دي ان انا احط الالوان ديت بس لما انفذها بتناسق معين نسب الموضوع نسب مفيش لون في الدنيا حاجه واو يا عبد والله
اكيد بس النسبه ده نسبه قد ايه؟ اكيد تمام. ممكن اعمل لون يهدي الاعصاب زي مثلا الاضاءات اللي بشتغل عليها اضاءات الورم هي بتهدي الاعصاب غير الاضاءات البيض. اعتقد الحلقه دي جايه بخساره على عبده. عشان انا كنت خايف من ده. انا قلت لك قبل الحلقه انا كنت خايف من ده. عايزه تجدد وعايزه تعمل كل حاجه. انا ارجع للشيف. الشيف انا شفت حاجات واو كده. ايه ايه الاخبار يا شيف؟ عملنا ايه؟ كنافة المانجا. المانجا دي تورته ولا كنافة دي يا جماعة؟ كنافة المانجا دي الكنافة بالمانجا. شكلها ما شاء الله. دي كده خلصت قعدت قد ايه في الفرن قبل ما؟ لا مش الفرن دي على الطاسة. دي على الطاسة على النار. اتحمصت على النار واتعملت. الوصفة دي حلوة قوي وسريعة جدا لو جالنا الضيف زي ما قلنا قبل. ممكن أعمل حاجة تانية. الفكرة الأولى؟ ممكن أحمص الكنافة وأخليها عندي في التلاجة جاهزة في أي وقت يعني. تطلع في أي وقت. تخلي صوص الكراميل برضه جاهز معايا الكراميل. طب يعني الكنافة تطلع من التلاجة ناكلها يعني وهي؟ لا تخلي الكراميل جاهز في التلاجة تحطيه على النار يسخن. تصبيها الكنافه وانت جاهزه معاك على طول. يعني تبقى كنافه جاهزه على طول سريعه. تستحق ان انت اخذت احسن او اجمل طبق حلويات يا شيف. لا ده احنا سامعين حاجه ثانيه كمان. شيف عبد الله وشيف احمد مسافرين قريب. رايحين فين؟ استراليا. استراليا. ليه رايحين في ايه؟ ماستر شيف. ماستر شيف. مسابقه ماستر شيف. ان شاء الله تشرفونا. انا عايزين كده ايه يعني تشرفوا مصر يا شيفات بيت شيما. بيت عبده شيما. سوري يا عبده. اللي انت ما يمسيته. طيب ارجع لك يا باشمهندس اعرف منك بس التصميم بياخد وقت قد ايه لغايه ما يخلص؟ يعني لو حد جالك عايز يعمل التصميم وجالك فانت بتبدا تشتغل معاه بتسلمه امتى التصميم وتبدا التنفيذ؟ على حسب المنشاه يعني مثلا لو فيلا هنتكلم مثلا في حوالي شهر. تمام. باللاندسكيب بتاعه مش مده طويله ولا حاجه. بالظبط. كويسه جدا. وبرده بيبقى على حسب ترتيب الشغل نفسه عندي. تمام. لو مثلا شقه 200 متر تمام اسبوعين بيبقى شايف كل حاجه وعاملين تعديلاتنا كمان. خلصت وجاهز ويبدا على الشغل على طول. بالظبط كده. تمام. بنبقى جاهزين بكل حاجه وبخطه العمل بتاعتي تمام لكل شيء عشان يبقى بس المراحل لما بتترتب بتريحنا احنا في الشغل. يعني اللي حابب بقى يا جماعه التقنيات الحديثه وحابب يشوف ديكورات تحفه أكيد يعني فورا للباشمهندس ماجد يعني بجد والله انا مش عايزه اقول لكم انا شفت ايه هنا. انتوا روحوا عنده بقى وشوفوا اللي انا شفته. ما شاء الله يعني. وبنطلع النضاره كده كده اساسا فري مع للعميل. بناخدها يعني؟ طب كويس. مع الماتيريال اللي يقدر يشوف. طبعا طبعا عشان يتفرج براحته. تمام يا شيخ. طيب باشمهندس محمد باشمهندس ماجد معلش متاسف عشان ايه موضوع محمد استاذ محمد كان معانا طيب ماشي باشمهندس ماجد معايا احنا حضرتك نورتنا لو حابب تشكر اي حد اتفضل برساله الشكر توجه انا والله طبعا انا كلامنا بشكر هيطول في بشكر مراتي اولا تمام تهيئ الجو دي اهم حاجه ان شغلنا كله طبعا مرتبط ان النفسيه تبقى عامله ازاي لو مودي مش حلو ما بعرفش اشتغل نهائي ربنا فتهيئ الجو ده بشكرها طبعا انا كمان بشكرها وبوجه لها احلى تحيه ليها يعني شكرا وعايز اشكر بس حد من الناس اللي شجعتني في بدايه شغلي الدكتور اسامه تمام ده الدكتور بتاعي كان في الاكاديميه البحريه تمام شكرا للدكتور والناس اللي ادتني باور جامد قوي ربنا باشمهندس ماجد انت نورتنا النهارده وابدعتنا بحاجاتك كلها شيف ابراهيم شيف احمد شكرا ليك الحاجات الحلوه دي شكرا ليك تسلم ايديكم تسلم ليكم شيف عبد الله شيف احمد باشمهندس ماجد كنت منورنا نورتنا النهارده شكرا ليكم جدا استنونا في حلقه جديده من برنامجكم بيت عبده وشيما